اتفضلي السؤال اتفضلي يا الأول فندم. خاص، السؤال الأول خاص بجملة المصالح المرسلة، عايزين شرح مبسط ليها بعد إذن حضرتك من الشيخ. شرح الإيه يا فندم؟ المصالح المرسلة. جملة المصالح المرسلة، ده السؤال الأول. طيب تمام. السؤال الثاني بالنسبة للمذاهب الأربعة في الإسلام، إيه اللي بيخلي دولة تتبع مذهب دون المذاهب الأخرى؟ وشكرا جزيلا. تمام يا فندم، انا شايف دول عنوان محاضرتين كبار. انا هو بقول قبل حضرتك تقول يعني هو كل طبعا كل سؤال لوحده صحيح حلقات يعني. تمام سريعا عشان بس. طيب المصالح المرسله طبعا الشريعه مبناها جميعا على مصالح الناس في الدنيا والاخره، ولا يعرف مصلحه الناس الا خالق الناس سبحانه وتعالى. نعم ماشي. طيب كلمة مصالح مرسلة يعني جت منين؟ المصالح ثلاث أنواع، معتبرة أو ملغاة أو مرسلة. أيوة. معتبرة ما نص عليها الشرع إن دي تتعمل. أيوة. أقيموا الصلاة مصلحة. تمام. دي مصلحة معتبر، ليه؟ لأن ربي أمر بيها. أنت أدركت بقى ما أدركتش المصلحة دي مش يعني ما مش شرط. طيب. إباحة الفطر في نهار رمضان لأنه بيقلل الإنتاج. مصلحة شركة بسكويت، شركة بيبسي، كوكا كولا، بس دي مصلحة ملغاة لأنها ضد الشرع. خلاص تمام. انت شايف مصلحة مين؟ ايوه لازم المصلحة الأول تكون يا إما الشرع نص عليها أو نص على إلغائها. ايوه أو ما تجيبش مصلحة تلغي مصلحة شرعية. تمام خلاص. طيب إذا أدي إيه سريعا. تمام. مصلحة المرسلة اللي ما فيهاش نص لا بالإلغاء ولا بالأمر ما فيش فيها نص. هنا بنشوف ده يعني الأكثر ذهابا إلى إيه؟ إلى ما ينفع الناس. خلاص وضع فيها ضوابط اختلف فيها العلماء في ضوابط طويل، يعني خلاف طويل بين الأصوليين، شروط الشاطبي، شروط الغزالي، شروط الإمام مالك، شروط الى اخره، ونقاش المعاصرين لهذه الشروط، ان لان في شروط اتحطت ان لابد ان اكون يعني ضروريه، تكون في ضروره الحياه، ولابد تكون عامه مش خاصه بواحد الى اخره، تفاصيل مش عايز اطول فيها. تمام. انا بس عشان ده باب كبير جدا. أيوه. انا بس لخصت اهم ما فيه. المهم ان هذه المصلحه لا تتعارض مع نص، او ما تكونش تتعارض مع نص وتؤدي مصلحه. مين يحدد المصالح العامه دي؟ اكثر من جهه. الوحي إن وجد. تمام. ثم عموم الناس اللي هو بعدها يجي الإجماع، القياس، الإجماع اللي هو أدلة التشريع اللي المختلف فيها يعني. تمام. ثم الاستفتاء الشعبي. زي النهارده عايزين نعمل دستور، عايزين نعمل مصلحة عامة. طب نعرفها إزاي؟ استفتاء. عايز أسيب تيران وصنافير، مين اللي يقرر؟ مش السيسي. الشعب. الشعب. إذا كان ده لا يتعارض مع ثوابت الدولة اللي هي مش هنبيع جزء من الأرض. أيوة. لا ده في حته خلاف فيها. طب خلاص استفتاء. خلاص ده يعني رؤيه عامه. حابه الاخت تطلع اكثر. ايوه تقرا يعني الموافقات للامام الشاطبي او المستصفى الامام الغزالي، كانت الاخت من اهل البحث العلمي يعني، او مدخل المعاصرين بقى تقرا ضوابط المصلحه في الشعر للدكتور محمد رمضان البوطي، ده رساله الدكتوراه بتاعته، او المصالح المرسله للدكتور جلال الدين عبد الرحمن، او كتب كتير في المصلحه عند الامام الطوفي للدكتور مصطفى زيد. ايوه ففي يعني كتب كثيره جدا في المصالح، او كتاب مدخل دراسه الشريعه لشيخنا الدكتور القرضاوي ايضا بيناقش فيها مساله المصلحه وغيرها. في كتب كتير لكن طيب. ده اختصارا يعني. المذاهب الاربعه بقى مالها؟ ليه الدوله بتعتمد؟ لا ده بيعتمد على مؤسسين الدوله. يعني المذهب المالكي انتشر الاول، يا في خيارين، يا بينتشر المذهب عند الشعب يا دولة بتتبنى المذهب. المذهب انت عندك مذاهب انتشر زي الاندلس، انتشر في مذهب الامام مالك فتبنت الدولة وخلاص بقى يفرض على المغرب العربي. هنا مثلا مذهب الامام ابو حنيفة، الاتراك الخلافة العثمانية تبنت المذهب العثماني. صحيح اللي هو المذهب الحنفي. للاسف المذهب الحنفي. الخلافة تبنت المذهب الحنفي. نعم خلاص. في دول لا، في دول زي مصر المذهب العام في الاحكام غير الحنفي، لكن القضاه الشافعي، مذهبها شافعي.
واحنا كنا في الازهر بيخيرونا شافعي حنفي مالكي بس ما كانش يعني في ابن حمد فيش ابن حمد في كان في لحد مده بعدين لما السعوديه تبنته خلاص بقى في من يقوم به يعني تمام الشاهد اللي اقصده هنا بيبقى في عده اختيارات اما انتشار المذهب وبقى غالبيه عموم الناس زي القراءه اللي بتقرا في القران ما انت عندك المغرب العربي قراءه العشر بيقرا ورش ايوه والمذهب المالكي ده المذهب اللي عنده في بلادنا حفص عن عاصم وده في القراءة والمذاهب يا مالك يا شافعي يا ابن أبو حنيفة يا ابن حنبل كما في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج وبعض الدول الأخرى فالشاهد القضية في بلاد تانية هنا اللي نشأ عنه إيه يا بيتفرض المذهب بالدولة أو بيتتبنى رسميا أو عموم الشعب غالبيتهم تبنوا أو انتشر بينهم مذهب معين تمام يا شيخنا جزاكم الله خيرا على هذا الشرح والتوضيح